على ايش يتزوجون اذا الزواج فاشل؟ انت وجهه نظرك عن الزواج فاشل؟ اذا مو متفاهمين وعن حب وعن هاي طبعا فاشل احسن ما توصل محاكم. يعني انت ما متزوج لان ما عندك حب. كشفتك انا. الله يسعدك. الله يسلمك. كتبت عن المعهد مالتي بالموصل. ابد اي ابد غير الحزن للروح معهد دليلي على فراق الولف معهد قسمتي بالحياه تكون معهد قسم صحه وحياتي البيطريه. شنو ايش هالغزل هذا الطبي؟ اي كلش حلو والله حلو. عفي عليك انت يعني حلو هذا انت كتبته؟ اي تكتب شعر انت؟ اكتب بس ما انشر. اوكي تقرانا بعد؟ لا هذا الحافظه بس. ايه ما حافظ بيت بيتي يعني. ما شهد الشمري. اوكي انت شنو ما شعر شهد الشمري؟ يلا سمعنا حافظ شهد. ها ناسي ها مليت ها لا قرالك لو شفت غيري لوك طوله ويا طولك. تحياتنا اكيد للشاعر شهد الشمري. تحياتنا لها ومناي. طيب انت وين تشتغل؟ موظف. وين؟ بالزراعه. حلو شغلك زين. اي اي شو تقعد الصبح شو ترجع؟ هو 5:30 بين الازدحامات وهاي نوصل للدوام. بعيد دوامه؟ لا بالوزاره. مو بعيد يعني بالرصافه. اي اي بالرصافه يراد لك سفره. مو؟ والله يعني يا دوب 5:30 انت يا دوب تلحق. اي صح. نعم. زين منو من اهلك متزوج؟ اخواني اثنين كبار متزوجين. شنو رايهم بالزواج؟ شو يقولوا لك؟ ما سالتهم. عادي متوافقين هم وياهم عادي. اوكي. عاد ليش انت تقول ابد ماكو زواج ناجح؟ ما احب ما هسه نلاغيها والله. الحمد لله ان شاء الله الله يكتب لك الخير. شكرا. والنصيب الحلو ويوفقك ان شاء الله. اهلا وسهلا. نشوفك احنا بخير. وعافية. مع السلامة. شرفت بيك. هلا بيك. هلا الله بدوا لعيونك. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم بهذه الحلقة. ناس تشوف الزواج كلش مناسب ومن الصغر ولازم كل بنية وكل ولد يتزوجون من عمر 14 و15 و16 سنة، وناس تشوف الزواج هو مشروع فاشل وعبره 30 سنة وهم بعدهم مصرين انه حياة العزبة او العزوبية او الحياة بدون زواج او الحياة ما قبل الزواج هي الحياة الصحيحة. انا دائما احب اسمع آراءكم حتى أأكد واكرر مقولتنا اللي دائما احنا نأكدها، ماكو قاعدة تنطبق على الجميع، كل شخص له بصمة حياته وقاعدته وطريقة ومصيره مستقبله وماضيه، ماكو حد شريك وياك بهذه الحياة. مرحبا.